والابن والروح القدس. بسم الله والابن والروح القدس، إله واحد أمين. اجعلنا يا رب مستحقين أن نقول بالشكر يا أبانا الذي في السماوات، قدس اسمك، ليأتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض. خبزنا كفافنا أعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. آمين. بسم الآب والابن والروح القدس، إله واحد آمين. كل مرة وحضراتكم طيبين. احنا النهاردة إن شاء الله نبتدي بنعمة ربنا مع بعض في جزء تاني جديد من دراستنا للبانوراما الكتاب المقدس، أو اللي هو النظرة العامة على الأسفار بتاعة الكتاب المقدس. احنا خدنا لغاية دلوقتي 17 سفر، خدنا الخمسة الأولانيين بتوع موسى اللي بنسميها توراة موسى، وخدنا بعدها 12 سفر تاريخي ابتداء من سفر يشوع ولغاية سفر أستير، كل الأسفار التاريخية اللي هي بدأت من يشوع والقضاة ورعوس وصمويل أول وتاني وملوك أول وتاني وأخبار أول وتاني وعزرا ونحاميا وأستير. كل دي أسفار اسمها الأسفار التاريخية للكتاب المقدس، بتحكي لنا ماذا يعني يعلمنا التاريخ في الكتاب المقدس. أعتقد ونشكر ربنا إن احنا قضينا مع بعض رحلة بنعمة ربنا جميلة مع الأسفار التاريخية. القسم الجديد اللي متقسم ليه الكتاب المقدس هو مجموعة أسفار بنسميها الأسفار الحكمية أو الشعرية. اسمها الحكمية لأنها بتتكلم بحكمة شديدة جدا، كلها حكم، كلها تعليم من حكمة ربنا بروح ربنا مليان. كل الناس لما تحب تقول لنا حكمة من الحكم تجيب لنا آية من أحد هذه الأسفار، ولذلك اسمها أسفار الحكمية. واسمها كمان الأسفار الشعرية لأنها كلها كتبت بطريقة شعرية، وانتوا عارفين الشعر أنواع، يا إما شعر يا إما نثر، وكلها بتبقى بطريقة شعرية طبعا باللغة الأصلية بتاعتها. يعني اللي يقراها باللغة الأصلية، اللغة العبرية الأصلية بتاعتها، يلاقيها حاجة كده لها موسيقى ولها قافية معينة، ولذلك بنسميها الأسفار الشعرية. فهي أسفار كتبت بطريقة شعرية، كتبت بطريقة شعرية تحكي أو تكلمنا عن حكم إلهية، الحكمة الإلهية. ولذلك هنبتدي النهاردة بنعمة ربنا أول سفر من أسفار الحكمية أو الأسفار الشعرية اللي هو سفر أيوب. الأسفار الشعرية عندنا أيوب ونشيد الأنشاد وسفر الحكمة وسفر الجامعة وسفر الأمثال، وعندنا مجموعة من الأسفار في الكتاب المقدس وسفر النشيد الأنشاد طبعا اسمها سفر أسفار الحكمية الشعرية، أو نسميها الشعرية الحكمية. سفر أيوب سفر كلنا يعني نعرفه ونعرف قصة أيوب طبعا، والسفر ده من الأسفار، أولا دي بداية أسفار الحكمة، ولذلك هو مملوء جدا 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 من الحكمة. والحكمة اللي يقول عنها ربنا إنها نازلة من فوق، ما حدش يقدر يحد الحكمة ولا حد يقدر يفهم عمق أسرار الحكمة الإلهية. ربنا لما بيسمح بيعطينا القليل كده على قد فكرنا وعلى قد فهمنا، إنما الحكمة الإلهية الكاملة هي عنده، لأنه هو نفسه الحكمة. زمان ومكان أحداث السفر زي ما هو قدامنا كده، أغلب الظن إن أحداث السفر ده كتب أو كانت حدثت يعني في فترة الآباء البطاركة، البطاركة اللي هم الآباء الكبار إبراهيم وإسحاق ويعقوب. يبقى إذن هذه الأسفار قديمة جدا، أو هذا السفر يعني حدث في فترة قديمة،
من حوالي 2000 سنة قبل الميلاد أو 1700 سنة قبل الميلاد، في فترة الآباء البطاركة إبراهيم وإسحاق ويعقوب، وفي أغلب الأيام أغلب الظن يعني أنها في فترة يعقوب بالتحديد يعني، أو بالأكثر اقترابا يعني. المكان اللي حصلت فيه القصة دي حتة اسمها أرض عوس في الجزيرة العربية، وأرض عوس كلمة عوس بمعنى يعز، واشتهر أهل هذه المدينة أو هذه المنطقة بحب الحكمة والوعظ والكلام وحاجة زي كده يعني. أرض عوس دي هي بيسموها العربية أو شبه الجزيرة العربية، ودي نفسها المنطقة أو قريبة منها أو حواليها المنطقة اللي نسمع في قصة القديس بولس الرسول إن هو بعد ما عرف المسيح وبعد ما بدأ يبشر بالمسيح، القديس بولس ساعة بدأ الناس تطارده في دمشق، فهرب من دمشق واتجه ناحية منطقة اسمها العربية. في سفر أعمال الرسل مكتوب هذا الكلام، وقعد هناك 3 سنين في وحدة كاملة، كان متوحد، عاش مع ربنا يعلمه، وكانت هذه المنطقة على أغلب الظن هي منطقة قريبة جدا من المنطقة اللي اسمها أرض عوص. بالنسبة لأيوب نفسه أغلب الظن إن هو من نسل إبراهيم، ولكنه من نسل قطورة. عارفين إبراهيم طبعا اتجوز في الأول سارة، وسارة جابت لنا إسحاق وإسماعيل، وبعدين بعد كده في نهاية الأيام سارة ماتت، واتجوز إبراهيم بعد كده واحدة اسمها قطورة، وجاب منها مجموعة من الأولاد. أولاد إبراهيم اللي من سارة، وبالتحديد نسل إسحاق، وبالتحديد نسل إسحاق لما قال له بإسحاق يدعى لك ابنا أو يدعى لك نسلا، هذا النسل هو اللي بنسميه بني إسرائيل، لأن احنا عارفين إن إسحاق جاب يعقوب، ويعقوب جاب ال 12 سبت أو ال 12 ابن، ودولت اسمهم بني إسرائيل، بني يعقوب، لأن يعقوب اسمه إسرائيل. كل من هو خارج مجموعة بني إسرائيل أو خارج نسل يعقوب أو خارج نسل إسحاق حتى لو كان من نسل إبراهيم فيعتبر من الأمم أممي. ولذلك يعتبر أيوب من نسل إبراهيم بس من نسل قطورة وليس من نسل سارة، ولذلك يعتبر إنسان أممي وليس من شعب بني إسرائيل اللي كان بيتسمى شعب الله. ناس كتير أو يعني بدأت يعني تطلع حوالين القصة أو حوالين السفر بتاع أيوب اعتراضات، ومن ضمن الاعتراضات إنه هو مجرد أسطورة وليست قصة حقيقية، ولكن الكنيسة الحقيقة تعترف بها جدا كقصة حقيقية، وبدليل إنها ذكرت في شاهدين موجودين في الكتاب المقدس، واحد في العهد القديم وواحد في العهد الجديد. بتاع العهد القديم موجودة في حزقيال 14:14، يقول كان فيها هؤلاء الرجال الثلاثة نوح ودانيال وأيوب. إذا كان نوح شخصية حقيقية ودانيال شخصية حقيقية، فطبعا أيوب هو الثالث شخصية حقيقية أيضا، وهذا شاهد موجود في سفر حزقيال. وفي العهد الجديد طبعا احنا عارفين الشاهد المشهور بتاع رسالة يعقوب اللي هو يعقوب 5:11، اللي بيقول سمعتم بصبر أيوب ورأيتم عاقبة الرب. فطبعا القصة بتاعت يعقوب أيوب اللي حكى أو اللي بيستشهد بيها القديس يعقوب الرسول في الرسالة بتاعته ما هوش بيستشهد بقصة يعني خيالية أو أسطورة يعني، لكنه بيستشهد بشخصية حقيقية وأحداث حقيقية لها قصة حقيقية. بالنسبة لكاتب السفر، الحقيقة يعني في نوع من أنواع الاختلاف في الآراء بالنسبة لكاتب السفر، لأن طبعا السفر ده يعني حصل زي ما قلنا أو أحداثه كانت قديمة جدا. ففي آراء بيقول إن كاتب السفر ده هو أليهو، وهنعرف مين هو أليهو وهو أحد شخصيات هذا السفر نفسه.
وفي رأي تاني بيقول إن السفر ده هو الكاتب بتاعه هو موسى النبي شخصيا، موسى النبي شخصيا. وفي رأي بيقول إن الكاتب إليهو، ولكن المقدمة في الإصحاحين الأول والتاني كتبها موسى. على أغلب الأحوال معظم اليهود بيظن أن الكاتب أو بيميل إلى أن كاتب السفر هو موسى النبي شخصيا، موسى النبي شخصيا هو كاتب السفر. وطبعا السفر ده حصلت أحداثه زي ما بنقول قبل موسى بحوالي يمكن 400 سنة أو أكتر، حوالي 400 سنة أو أكتر. يبقى إذن موسى ما عاصرش طبعا أيوب، زي بالظبط موسى لما كتب الأسفار التوراة الخمسة، التكوين والخروج واللاويين والعدد والتثنيء، والخمسة دولت طبعا موسى كتبهم بالتسليم الرسولي وبالتسليم الآبائي وبإرشاد الروح، وما كانش معاصر طبعا حاجة من هذه الأيام. السفر عبارة عن 42 إصحاح، السفر عبارة عن 42 إصحاح، سفر كبير عبارة عن 42 إصحاح، متقسم لمحطات، متقسم لمحطات. أول إصحاحين، الإصحاح الأول والثاني، عبارة عن مقدمة بيتكلم عن صلاح أيوب وتقواه، وقد إيه إن هو كان راجل تقي جدا، شهد له ربنا بالتقوى جدا جدا. ثم بيورينا حسد الشيطان، وإزاي إن الشيطان اللي بنسميه إحنا المشتكي، الشيطان ده دايما يشتكي، دايما يتكلم كلام وحش على أولاد ربنا. فبيحكي قصة أيوب، أو مقدمة يعني عن حياة، يعني حياة أيوب. والجزء الثاني من الإصحاحين الأولانيين بيتكلم عن حسد الشيطان. والجزء بتاع الإصحاح الثالث عبارة عن مرثاة كتبها يعقوب بعد ما دخل في التجربة اللي دخل فيها. وبعدين عندنا جزء كبير الحقيقة من الإصحاح الرابع للإصحاح 31، يعني دي حوالي 27 إصحاح أهو قدام عينينا. ال 27 إصحاح دول قصة بتحكي عن ثلاث أصدقاء لأيوب. الثلاث أصدقاء دولت واحد اسمه أليفاز التيماني، وواحد اسمه بلدد الشوحي، وواحد اسمه سوفر النعماتي. الثلاثة دول كانوا أصدقاء أيوب، ومن الناس اللي بيحبوا الكلام والحكمة، وبيظنوا في نفسهم إن هم أصحاب لسان وأصحاب حكمة. لما عرفوا بمرض أيوب فراحوا عشان يعني يسألوا عليه ويعني ويواسوه في تجربته، إنما الحقيقة كان ليهم تأثير سلبي جدا، وهنشوف الكلام ده وإحنا بنمر على الجزء ده. بيتكلموا الثلاث أصدقاء دول مع أيوب في جولات، حاجة اسمها جولات الحوار الثلاثة، جولات الحوار الثلاثة. اللي حصل ايه؟ اللي حصل ان كل واحد من الثلاثه دولت، اللي اسمه اليفاز واللي اسمه بلدد واللي اسمه صوفر، دول كان يبتدي يتكلم مع ايوب ويرد عليه ويتهم ايوب اتهامات باطله، ويرد ايوب عليه في رد مطول علشان يبرر نفسه، ويرجع بعد ما يخلص الاولاني يبتدي التاني اللي اسمه بلدد، وبنفس الطريقة ياخد دوره في إنه يتكلم، وبعدين بعد كده يرد عليها أيوب، ويبتدي الثالث اللي اسمه صوفر النعماتي يتكلم برضه ويقول رأيه وأسباب من وجهة نظره، أسباب التجربة اللي مر عليها أيوب، وأيوب يرد عليه. كل الثلاث حوارات دول، أو يعني اما يتكلم اليفاز وايوب يرد، وبلدد وايوب يرد، وصوفر وايوب يرد، دول كلهم اسمهم الجوله الاولى للحوار. لما يخلصوا الثلاثه والثلاث ردود بتاعت ايوب، تبتدي الجوله الثانيه من الحوار من الاصحاح ال15 للاصحاح ال21. نفس القصه تتعاد مره اخرى، يبتدي اليفاز التيماني الاول ويكمل كلامه ويرد عليه ايوب، ثم يدخل في الكلام بلدد الشوحي ويرد عليه أيوب، ثم يدخل في الكلام سوفر النعماتي ويرد عليها أيوب برضو. كانت جولة تانية من الحوار، وديت كانت في الإصحاحات من ال15 لل21.
الجولة الثالثة من الحوار كانت في الإصحاحات من 22 ل 31، والحقيقة إن الجولة دي كانت للاثنين الأولانيين بس، يعني أليفاز اتكلم ورد عليها أيوب، بلدد الشوح اتكلم ورد عليها أيوب أيضا، لكن مفيش عندنا أو الإنجيل لم يذكر كلام في الجولة الثالثة لسوفر النعماتي. بعد كده اعتبارا من الإصحاح ال 32 اعتبارا من الإصحاح ال 32 لغاية الإصحاح ال 37، مجموعة الإصحاحات دي بيظهر شاب صغير أصغر يعني في السن من الثلاثة الكبار الأولانيين. الشاب ده اسمه أليهو، واسمه بالكامل أليهو ابن برخائيل البوزي، وهنعرف نوع من أنواع تفسير الاسم أو معاني الاسم. أليهو ابن برخائيل البوزي كان شاب ترك الكبار يتكلموا من الأدب، يعني إن الصغير يستنى الكبير يتكلم، لكن الحقيقة في نهاية الحديث الطويل جدا اللي أخذ حوالي 24 إصحاح في الحديث اللي كان بين الأصدقاء الثلاثة وبين أيوب، لم يعجب أليهو هذا الحديث، يعني أليهو ما انبسطش من هذا الحديث، واعتبر إن أصدقاء أيوب الثلاثة لم يكونوا حكماء بالقدر الكافي، وإن هم يعني تعبوا أيوب جدا، ودي حقيقة طبعا، وكان ليه رأي في ردود أيوب عليه. والحقيقة ابتدى أليهو يرد هو رده الشخصي بعد بداية حديثه في الإصحاحات من 32 ل 37، ابتدى أليهو يرد على أيوب، والرد بتاع أليهو على أيوب رد كان رقيق وكان جميل، وكان بيرد بطريقة تانية بزاوية تانية لم يجرح فيها أيوب جد خالص يعني، ووجه نظره لحاجات تانية أيوب ما كانش واخد باله منها يعني. والحقيقة إن في نهاية حديث أليهو كان أيوب قد أعد تماما لحديث تاني مهم جدا جدا، هيبتدي من الإصحاح بقى 38 لغاية الإصحاح 41. في هذا الحديث بعد ما انتهى أليهو من حديثه، كان أيوب يعني أعد قلبه لكي يسمع صوت الله بقى. واضح إن من أول السفر اللي بيتكلم يا إما أصدقاء أيوب، يا إما أيوب نفسه، يا إما في المجموع من 32 ل 37 يبقى الصديق الصغير أليهو. إنما الآن بقى جه دور ربنا عشان يكلم هو شخصيا أيوب. ولذلك الإصحاحات من 38 ل 41 إصحاحات مهمة خالص، لأنها كلام ربنا نفسه عن حكمته، عن حكمته. وبعد ما انتهى ربنا من كلامه جالنا الإصحاح الأخير إصحاح 32، لما وصلنا لنهاية جميلة للقصة. أيوب عرف يعني النقط اللي هو كانت تنقصه وكان محتاج إن هو يفهمها، وأعلن له ربنا نفسه، أعلن له حكمته، وأعلن لنا طبعا كلنا حكمته. واتضع أيوب جدا واتضعت نفسه جدا زي ما هنقرأ مع بعض وهنشوف. ولما حدث هذا واتضعت نفس أيوب جدا جدا، وفهم أيوب كل اللي كان ربنا عايز يقوله له في التجربة، بارك ربنا بقى في الجزء بقى الأخير من الإصحاح ال 42 الأخير، في الابتداء من الإصحاح من العدد 7 ل 17، بارك ربنا أيوب جدا جدا وعوضه بضعف من كل حاجة فقدتها، ودي هنقراها برضو مع بعض ونشوف كل حاجة من ممتلكاته ومن حاجته ومن حاله عوضه أيوب، عوض ربنا عن أيوب، وبارك ربنا أيوب جدا جدا وعلى مكانته في وسط أصحابه جدا جدا، واداله يعني نهاية جميلة. وده اللي يفكرنا دايما بالآيات الجميلة اللي مكتوبة في سفر الحكمة. سفر الحكمة برضو واحد من الأسفار الحكمية،
سفر الجامعة، آسف، سفر الجامعة من الأسفار الحكمية. لما تقرأ في الإصحاح السابع من سفر الجامعة، اللي يقول لك نهاية أمر خير من أوائله. دايما دايما يهمنا جدا آخر القصة مش أولها، دايما جدا نشوف القصة في آخر انتهت على إيه. وده اللي هنشوفه النهاردة بنعمة ربنا، إزاي القصة بدأت في إيه، لكن الأجمل والأعظم والدرس المستفاد كله موجود في نهاية القصة مش في بدايتها. كمان يعني إذا كنا بنتكلم عن النهاية، فتبص تلاقي سفر الجامعة في الإصحاح السابع برضو نفس الإصحاح يقول لك حاجة يمكن الناس مش متعودة عليها أو قد تستغرب لها، لما يقول لك يوم الممات إيه خير من يوم الولادة. يوم الممات خير من يوم الولادة، مع إن من وجهة نظر البني آدمين تلاقي يوم الولادة الناس عاملة فرح وعمالة تهيص وتحتفل بالمولود الجديد، وأما يوم الممات فتلاقي الدنيا طبعا يعني في ألم وفي حزن وكده. لكن الحكمة الإلهية تقول أن نهاية أمر خير من أوائله. طبعا يوم الممات للقديسين ولولاد ربنا ده يوم الفرح، يوم الأكاليل، يوم المجد، ولذلك يوم الممات كان يبقى يعني خير من يوم الولادة يعني. تعالوا بينا نقرأ كده مع بعض، أو ناخد يعني حاجة كده بسيطة، رحلة بسيطة في سفر أيوب، وناخد التقسيمة أو نبص على التقسيمة اللي احنا كنا يعني خدناها مع بعض. أنا هاخد اللي احنا عندنا هنا يعني قدام عينينا، هكبر شوية الجزء اللي هو بالتشكيل، لأن الأسفار الحكمية لما نقراها باللغة العربية طبعا ما هياش هنلاقي لها النغمة الموسيقية ولا القافية اللي كانت موجودة في أصلها العبري، لأن دي موجودة مكتوبة في العبري بالنسر المقفى ده، إنما هذا الكلام لما نترجمه بقى لأي لغة تانية مش هيكون موجود بهذا الكلام. كمان الأسفار دي قد تكون فيها بعض الكلمات اللي محتاجة وإحنا بنقراها إن إحنا نقراها يعني بأكتر من مرة وببطء شوية، وقد نحتاج للاستعانة كمان ببعض كتب التفسير، لأن في بعض يعني الألفاظ أو العبارات تحتاج لأن إحنا نقرأ لها تفسير بسيط يعني. الإصحاح الأول من أيوب بيحكي لنا القصة، بيقول كان رجلا من أرض عوص اسمه أيوب. هذا الرجل كاملا مستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. إذن شهادة الله عن أيوب شهادة عظيمة جدا، يعني ربنا كان بيحب أيوب جدا جدا، وبيقول عنه إنه رجل كاملا كاملا، شوف قد إيه، مستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. ولد له 7 بنين و3 بنات، وكانت مواشيه 7000، هنشوف الأرقام دي في الآخر لما تتضاعف. مواشيه 7000 من الغنم، 3000 جمل، 500 زوج بقر، و500 أتان، وخدموا كثيرين جدا، فكان هذا الرجل أعظم كل بني المشرق. وكان بنوه يذهبون، بنوه اللي هم اللي احنا قلنا عليهم العشرة دول، كان بنوه يذهبون ويعملون وليمة في بيت كل واحد منهم في يومه، ويرسل ويستدعي إخواتهم، يعني ناس عايشين إيه بأصدقاء وبيحبوا بعض وإخوات، ويعملوا وليمة لبعض ويأكلوا ويشربوا كده. وكان لما دارت أيام الوليمة أن أيوب أرسل فقدسهم، وبكر في الغد وأصعد محرقات على عددهم كلهم، لأن أيوب قال ربما أخطأ بنية وجدفوا على الله في قلوبهم، هكذا كان أيوب يفعل كل الأيام. يبقى أيوب ده كان بيحب ولاده جدا، وخايف لا يكون عندهم أي يعني هفوة ولا أي خطأ من الأخطاء، ولأنه كان رجل كامل
وراجل شهد لربنا يعني بالكمال، فكان يقدم محرقات عن أولاده، عن أولاده كمان. وكان ذات يوم، يحكي لنا بقى قصة، يعني كان ذات يوم أنه جاء بنو الله ليمثلوا. بنو الله يعني الملائكة، بنو الله بتتقال في العهد القديم أحيانا بمعنى الملائكة. جاء بنو الله ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم. عارفين إن الشيطان أصله كان رئيس ملائكة، ولذلك يعني ممكن يجي الشيطان ويبقى ليه نقاش مع ربنا بسماح طبعا من ربنا. قال الرب للشيطان: من أين جئت؟ فأجاب الشيطان: من الجولان في الأرض والتمشي فيها. شيطان، خلي بالنا من كلمة الجولان في الأرض، خلي بالنا من كلمة الجولان في الأرض. الجولان في الأرض، عارفين القديس بطرس يقول لك إبليس عدوكم يجول كأسد زائر، إبليس عدوكم يجول كأسد زائر يلتمس من يبتلعه، فقاوموه راسخين في الإيمان، وهكذا. إذن إبليس يجول في الأرض. جماعة من فضلكم اللي فاتح الميكروفون بتاعه يقفله. إبليس يجول في الأرض. الأرض هي مكان سكن إبليس، سكن الشيطان. فبيقول له: أنت جاي منين؟ قال: أنا جاي من الجولان في الأرض، بتفرج عشان أعمل فيها شر يعني. فقال الرب للشيطان: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ ربنا طبعا عارف بكل حاجة، فقال له: أنا شايفك يعني ناوي تشتكي، لأنك أنت المشتكي الحساد الحسود، ناوي تحسد وتشتكي على أيوب من أجل غناه، من أجل البركة اللي أنا مديها له. فبيقول له: هل جعلت قلبك على عبدي أيوب؟ لأن ليس مثله في الأرض، رجل كامل ومستقيم، يتقي الله ويحيد عن الشر. ده رأي تاني ربنا إيه في أيوب. فأجاب الشيطان، وده بقى سؤال مهم: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ الشيطان الحسود ده قال هذه الكلمة الصعبة: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ والحقيقة السؤال ده موجه يعني لينا كلنا، السؤال ده موجه لينا كلنا. هل الإنسان يتقي الرب لأنه بيحب ربنا ويتقيه مجانا، ولا يتقيه لأنه خايف منه، ولا يتقيه لأنه عايز منه طلبات، وعايز منه بركة، وعايز منه صحة، وعايز منه نجاح، وعايز منه حاجات كده؟ هل أنا علاقتي بربنا مبنية على مجموعة من الطلبات اللي على أساسها أنا بتقيه، ولا هل أنا بتقيه لأني أحبه ومجانا وفي جميع ظروفي وفي جميع أحوالي؟ خلي بالنا من الكلمة دي، خلي بالنا جدا جدا، ودي أحد النقط الأساسية اللي يعني بيتمحور حواليها حكمة هذا السفر. هل يحب الإنسان ربنا لأجل ذات ربنا الإلهية الجميلة، لأجل خلاصه، لأجل نعمته، لأجل حبه، ولا يحبه لأجل طلبات وقتية زمنية، زي ما بنقول اللي عايز صحة، واللي عايز نجاح، واللي عايز يعني أي حاجة من الحاجات دي يعني. طبعا ده ما يبقاش مجانا. فقال الشيطان هذا الكلام: هل مجانا يتقي أيوب الرب؟ أليس أنك سيكت حوله وحول بيته وحول كل ما له من كل ناحية؟ ما أنت محوط عليه، باركت أعمال يديه فانتشرت مواشيه في الأرض. حسد، بيحسد الشيطان، بيحسد. ولكن ابسط يدك الآن ومس كل ما له، فإنه في وجهك يجدف عليك. قال له: طيب أنت شوف كده، لو تقدر، لو تجرب بقى إن أنت كده يعني تسمح بإن أنا أبتدي أأذي فيه، وشوف هيجدف عليك على طول، وهيقول عليك كلام مش كويس. فقال الرب للشيطان: هوذا كل ما له في يدك، وإنما إليه لا تمد يدك. ثم خرج الشيطان من أمام وجه الرب. أسئلة كتير جدا هتواجهنا في هذا السفر، مش كلها الحقيقة الإنسان عنده إجابة عليها، لأن الإنسان يقول لربنا: ما أعجب أحكامك عن الفحص، وطرقك عن الاستقصاء.
الحكمة الإلهية لا يمكن أن تحد يعني في عقل الإنسان. إنما السؤال، فاكرين قصة المولود أعمى اللي بنقراها يوم حد التناصير اللي موجودة في إنجيل يوحنا الإصحاح التاسع، لما يسوع ماشي مع التلاميذ ولقى على باب الهيكل واحد أعمى منذ ولادته، فالتلاميذ سألوه ده مولود أعمى ليه؟ ده مولود أعمى يعني لا عمل حاجة ولا عمل خطية بسببها أنت ضربته بالعمى ولا حاجة. فالتلاميذ سألوا يسوع قالوا له أهذا أخطأ أم أبواه حتى ولد هذا أعمى؟ مين اللي عمل الخلطية دي؟ فربنا قال لهم إيه؟ قال لهم لا هذا أخطأ ولا أبواه، لكن لكي تظهر أعمال الله فيه. طبعا قد لا يفهم الإنسان في بداية القصة، وفضلنا نقرأ الإصحاح التاسع في إنجيل يوحنا في قصة المولود أعمى وكيف اضطهدوا اليهود أول ما أعلن لهم أنه قابل المسيح، والمسيح شفاه من العمى بتاعه، وإزاي تخلى عنه أهله، وإزاي تخلى عنه أبوه وأمه، وإزاي اليهود اضطهدوه وطردوه واتبروا منه. ليه يا رب؟ ليه يا رب؟ ده الراجل اعترف بيك، والراجل يعني ما عملش حاجة، وانت شهدت له وقلت له لا هذا أخطأ ولا أبواه. طب ليه يا رب سبته يتبهدل كل هذه البهدلة ليه؟ الإجابة عن هذا السؤال نلاقيها في آخر سطرين من هذا الإصحاح ومن هذه المعجزة. الإجابة عن هذا السؤال لما ربنا خده في حضنه وفي الآخر وقال له أتؤمن بابن الله؟ فقال له أؤمن يا سيد، وسجد له. ورد يسوع وقال لدينونة أتيت إلى هذا العالم حتى يعمى الذين يبصرون ويبصر الذين لا ي... اللي ما بيشوفوش. كل واحد فاكر نفسه بيفهم وفاكر نفسه مبصر، أنا هعميه في جهله. وكل واحد متضع القلب ويقول له يا رب أنا أعمى، إن أردت تقدر إنك تشفيني، ربنا يمد إيده ويفرح قلبه. نفس القصة موجودة مع أيوب، ولذلك لما نقرأ هذا الكلام ما نبقاش عاملين يعني نقعش الوقعة اللي وقع فيها صحاب أيوب، وده اللي هنشوفه بعد شوي. هنتفرج على أيوب راجل بار وراجل طيب وراجل جميل، إنما بيقع بي 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 بيسمح ربنا ليه إن الشيطان يدخله في تجارب صعبة. خلينا ننظر إلى نهاية الأمر ولا نستعجل الأمور لنفهم الحكمة الإلهية. نهاية أمر خير من بداياته، سفر الجامعة الإصحاح السابع الآية الأولانية. نهاية أمر خير من بداياته، فندور دايما على النهاية. فبيقول لك بقى بعد ما وقف الشيطان وربنا قال له اتفضل انا مالكش دعوة، اولا ربنا حمى يعقوب، حمى ايوب جدا، حماه جدا وقال له شوية الحاجات اللي حواليه وشوية البهايم والمش عارف ايه والفلوس وحتى العيال، انما لا تمد يدك، لا تمد يدك ايه، لا تمد اليه، لا تمد يدك يعني نفسه ما تقدرش تقرب لها، لأن أنا هأقيمه تاني في الآخر. وكان ذات يوم في الآية 13، كان ذات يوم وأبناؤه وبناته يأكلون ويشربون خمرا في بيت أخيهم الأكبر، أن رسولا جاء إلى أيوب وقال، جه واحد من عندهم من عند إخواته وقال، قال لأيوب البقر كانت تحرس والأطن ترعى بجانبها فسقط عليها السبئيون وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك. يبقى واحد قال له أدي البهايم كلها إيه ضاعت، وبينما هو يتكلم إذا جاء آخر وقال نار الله سقطت من السماء فأحرقت الغنم والغلمان أكلتهم وأكلتهم ونجوت أنا وحدي لأخبرك، أدي كمان الغنم راحوا. وبينما هو يتكلم إذا جاء آخر وقال الكلدانيون عينوا 3 فرق فهجموا على الجمال وأخذوها وضربوا الغلمان بحد السيف ونجوت أنا وحدي لأخبرك، يبقى راحت المواشي وراحت
غنم، وادي كمان الجمال راحت. وطبعا انتوا عارفين كان زمان الثروة تحسب بعدد الجمال بالاكتر يعني. وبينما هو يتكلم اذا جاء اخر وقال بنوك وبناتك كانوا ياكلون ويشربون خمرا في بيت اخيهم الاكبر، واذا ريح شديدة جاءت من عبر القفر وصدمت زوايا البيت الاربع فسقط على الغلمان فماتوا، ونجوت انا وحدي لاخبرك. يبقى إذن في الإصحاح الأولاني في أول 19 إصحاح 19 آية يورينا التجربة بقت عاملة إزاي في يعني في يوم وليلة. فقد أيوب كل حاجة، غناه، مواشيه، غنمه، جماله، ثم حتى الغلمان بتوعه والخدم كتير جدا اللي كانوا عنده، ثم في الآخر كمان فقد أولاده العشرة مرة واحدة. فقام أيوب ومزق جبته وجز شعره وخر على الأرض وسجد. طبعا تمزيق الجبة وجز الشعر ده كانت علامات، زي ما هنا واحد يلبس مثلا لبس حداد، لبس مثلا أسود أو كده، فده النظام المتبع في الفترة دي. خر على رأسه وسجد وقال عريانا خرجت من بطن أمي وعريانا أعود إلى هناك، الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. كلام رائع وجميل، كمال كلام رائع وجميل. أحكي لكم على حكاية صغيرة. كنت في مرة أيام ما كانوا التأميم بتاع جمال عبد الناصر لما كان بيأمم الحاجات، فكان ليا واحد معرفة كده قريب يعني، وكان ثري جدا وغني جدا. وفي يوم وليلة جم الناس وجم الحكومة وأممت له كل حاجة، وأصبح لا يملك إلا حاجة يعني ولا حاجة يعني. فلما راحوا عشان يعزوه ويطبطبوا عليه، اللي يفتكر إن هو هيكون يعني جرى له حاجة ولا الخضة جابت له حاجة ولا كده، راحوا لقوا الراجل قاعد وكأنه بيصلي. ولما راحوا يقابلوه قال لهم الآية الحلوة بتاعت أيوب دي، قال لهم الرب أعطى الرب أخذ فليكن اسم الرب مباركا. وفي الآية 22 يقول في كل هذا لم يخطئ أيوب ولم ينسب لم ينسب لله جهالة. رائع، لغاية دلوقتي يحكي لنا إن أيوب لم يخطئ خالص في حق ربنا، وما قالش كلمة غلط خالص على ربنا، بالرغم من يعني صعوبة التجربة. طبعا تجربة أدينا شايفينها، وطبعا يقصد ربنا يعني إن تكون، أو يسمح ربنا إن تكون التجربة بهذا الحجم، علشان ما حدش بقى يقول في يوم من الأيام لا أنا تجربتي إيه أكبر أو أصعب، أو ده راجل فقد كل شيء، فقد ولاده، فقد ولاده العشرة، مش واحد ولا اتنين، ولا فقد ولاده، فقد غناه، فقد مجده، فقد هيبته، فقد حتى صحته. لا صحته هنشوفها دلوقتي في الإصحاح التاني. في الإصحاح التاني يقول كده، كان ثانية واحدة، الإصحاح التاني، وكان في ذات كان في ذات في ذات في ذات يوم أنها جاء بنو الله ليمثلوا تاني، يعني الملائكة ليمثلوا أمام الرب، وجاء الشيطان أيضا في وسطهم ليمثل أمام الرب. فقال الرب للشيطان من أين جئت؟ فأجاب الشيطان من الجولان في الأرض ومن التمشي فيها. فقال الرب للشيطان هل جعلت قلبك؟ أنا شايفك لسه بتشتكي، لسه ما كفكش اللي حصل، ولسه جاي تشتكي على أيوب تاني لأن ليس مثله في الأرض. بص ربنا بيشهد له يقول عليه إيه، يقول ما فيش زيه، أيوب ده ما فيش زيه خالص، رجل كامل ومستقيم يتقي الله ويحيد عن الشر، وإلى الآن هو متمسك بكماله. وربنا بيقول كده، إلى الآن هو متمسك بكماله، وقد هيجتني عليه لأبتلعه بلا سبب. طبعا الشيطان ما يقدرش يهيج ربنا، هي هنا الترجمة يعني بتبين لنا إن ربنا بيقول إن أنا سمحت بكده عشان أوريك، عشان أوريك هو ما فيش سبب. يعني أيوب لا هذا أخطأ ولا أبواه زي ما ربنا قال لنا، يعني أنا مش بعمل فيه كده أو بسمح بكده، مش بسمح بكده لأنه عمل حاجة زعلتني،
بالعكس ده بلا سبب. إنما إذا كنت أنت عايز تشوف فأنا هوريك عاقبتي، هوريك حكمتي. ربنا بيتكلم يعني الشيطان وبيكلمنا كلنا. فأجاب الشيطان جلد بجلد، وكل ما للإنسان يعطيه لأجل نفسه، ولكن ابسط الآن يدك ومص عظمه ولحمه فإنه في وجهك يجدف عليك. فقال الرب للشيطان ها هو في يدك، ولكن احفظ نفسه. مش هتقدر تقرب لنفسه، يعني شوية عيا شوية ما اعرفش ايه، انما ما حش هتقدر تقرب لنفسه، لان نفسه دي بتاعتي وانا اللي هقدر اقومه من كل اللي هو فيه ده تاني. فخرج الشيطان من حضرة الرب وضرب ايوب بقرح رديء من باطن قدمه إلى هامته، فأخذ لنفسه شقفة ليحتك بها وهو جالس في وسط الرماد. انضرب جلده وانضرب جسمه بقرح شديدة، فامرأته ما قدرتش تستحمل كل هذه يعني الضربات اللي ورا بعض ورا بعض، وبدأت بقى يعني تقول كلام مش تمام مش تمام، وقالت له أنت متمسك بعد بكمالك؟ أنت لسه راجل يعني كامل قدام ربنا، جدف على الله ومت يا عم، يعني قول كلام بقى وحش وطلع اللي جواك ومت وخلاص وخلصنا واستريح. فأيوب قال لها كلمة حكيمة جميلة، قال لها تتكلمين كلاما كإحدى الجاهلات، الخير نقبل من الله والشر لا نقبل، وفي كل هذا لم يخطئ أيوب بشفتيه. حتى الآن وحتى هذه اللحظة أيوب كامل 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 وجميل قدام ربنا. وأيوب هو بيأنب يعني أو بيوبخ مراته، قال لها يعني إحنا نقبل الخير من ربنا ولما يجي وقت التجربة ما نقبلش؟ ها تبقى إيه العلاقة دي يا جماعة؟ تبقى إيه العلاقة دي؟ تبقى علاقة مصلحة، تبقى علاقة مصلحة، ما هياش علاقة حب، ما هياش علاقة حب. فلما سمع أصحاب أيوب الثلاثة بكل الشر الذي أتى عليه، جاءوا كل واحد من مكانه. أصحابه بقى جم الثلاثة، واحد اسمه أليفاز التيماني، والتاني اسمه بلدد الشوحي، وصوفر النعماتي، توعدوا أن يأتوا ليرثوا له ويعزوه. رفعوا عينيهم من بعيد ولم يعرفوه، فرفعوا أصواتهم وبكوا، ومزق كل واحد جبته وزروا ترابا فوق رؤوسهم من كتر يعني منظر أيوب اللي ألمهم جدا جدا. وقعدوا معه على الأرض 7 أيام و7 ليالي، لم يكلمه أحد بكلمة، لأنهم رأوا أن كآبته كانت عظيمة. صمت يا رب لأنك إيه فعلت، فهم كمان سكتوا. بداية الإصحاح الثالث بتحكي لنا بقى عن كده، عن نقطة بقى نبتدي ناخد بالنا منها. احنا عمرنا ما حندين ايوب، عمرنا، لان ربنا نفسه شهد له بكمال وبعظمه وبتقوى، انما احنا بنتعلم وبنشوف الضعف الانساني قدام التجارب. ففي بدايه الاصحاح الثالث يقول بعد هذا سب ايوب يومه واخذ يتكلم ويقول يا ريتني يا ريت هلك ذلك اليوم الذي ولدت فيه والليل الذي قال قد حبل برجل، ويا ريتني ان انا مت من قبل ما اتولد، ويا ريتني والكلام بقى. بدا ايوب بقى ايه تحت ضغط التجربه، ايه يعني لان بقى شديد قوي قوي، وبدا يقول كلام إيه يعني كده ما هوش أحسن كلام ممكن نتوقعه، إنما طبعا لازم نرسي جدا 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 لحجم التجربة وثقلها وكده. بدأ بقى من الإصحاح الرابع زي ما إحنا كنا قلنا مع بعض، الإصحاح الرابع لغاية الإصحاح 31 أهو، الحتة اللي إحنا قلناها مع بعض أهو. ابتداء بقى من الإصحاح الرابع تبتدي بقى النقاشات. للأسف الشديد إن أصحابه الثلاثة كل واحد فيهم كان حكيم في عين نفسه،
فكل واحد يقف يقول لأيوب ما حدش بيجي له يعني مصايب زي دي غير لما يكون عمل مصيبة كبيرة جدا وعمل خطية كبيرة جدا جدا، وابتدأ كل واحد يحاول أن يخرج من أيوب خطية مستخبية علشان يطلعوا غلط، وبالتالي ربنا جزاه هذا الجزاء. والحقيقة أن احنا كلنا قد نخطئ هذا الخطأ، يعني لما نلاقي واحد في تجربة نقول ايه، اصل ده مش عارف ايه، اصل ده غلط ايه، اصل ده باين عليه عمل عملة مش عارف ايه، وهكذا. لكن الحقيقة ان ايوب كان لما اصحابه يقولوا كل واحد يكلمه هذا الكلام ويحاول يتهمه بالخطية وبعمل يعني حاجات وحشة زعلت ربنا منه وخلته يعاقبه هذا العقاب الشنيع، كان ايوب يرد ويدافع عن نفسه ويقول ان انا ما عملتش حاجة وان انا مش غلطان. فكانت في مشكلة الحقيقة عند ايوب، كانت في مشكلة صغيرة، او الحقيقة مش صغيرة قوي، ان ايوب كان في عين نفسه بار، يسموه كان بارا في عيني نفسه. عملت لي كده ليه؟ انا عملت ليه كده؟ انا طول عمري راجل كويس، وطول عمري راجل بتقيك، وطول عمري ما بغلطش، وطول عمري وطول عمري. ولذلك تتكرر بقى في طول ال 24 اصحاح في الجولات الثلاثه للحوار هذا الكلام المتعب جدا. اصحابه يحاولوا يطلعوه مذنب وانه مخبي يعني حاجات شنيعه ومصايب كبيره جدا، ولذلك استحق العقاب، وهو يدافع عن نفسه ويقول أنا مش غلطان، أنا بار، أنا ما عنديش حاجة. ولذلك في الإصحاح 9 مثلا يقول لهم، لا آسف، في الإصحاح، لا مش في 9، أعتقد في إصحاح قبل كده، يقول لهم معزون متعبون كلكم، الآية المشهورة دي، قال لهم أنتوا جايين تعزوني ولا جايين تتعبوني؟ أنا مش عايز أسمع منكم كلام لأن أنتوا تعبتوني وأنتوا معزون متعبون. وده يعلمنا شيء مهم خالص، إن لما نروح لإنسان مجروح، نروح لإنسان مجروح، ما نروحش نحط على جروحه يعني حاجات توجعها أكتر. نروح الإنسان مجروح نكلمه عن رحمة ربنا وعن محبته وعن عطفه وعن نعمته، وإن ربنا، إن إحنا دي مش النهاية، وإن نهاية الأمر هتكون في نعمة كبيرة، وربنا عمره ما هيكمل أو يسمح بشر لأولاده. ودايما، ولذلك الثلاث أصدقاء دول اللي فاكرين نفسهم حكماء كانوا الحقيقة يعني ولا حكماء ولا حاجة. انتهت الإصحاحات لغاية الإصحاحات 31 بهذا الأسلوب وبهذه الطريقة في الجولات الثلاثة للحوار. الأصدقاء الثلاثة كل واحد يجي عليه الدور يتهم أيوب باتهامات ويحاول يطلع منه اعتراف بمصايب عملها، وأيوب البار، ونحط خط تحت الكلمة دي، البار في عين نفسه، اللي لا يرى أنه أخطأ، اللي لا يرى ضعفه، لا يرى يعني تواضع قلبه. بما لأن الحقيقة ضمنيا الكلام ده خطير شوية، لأن بما إني أنا شايف نفسي إن أنا بار، أنا شايف نفسي إن أنا بار. تعرفين ربنا يسوع عليه وصية جميلة في العهد الجديد لما يقول لنا مهما فعلتم فقولوا أننا إيه؟ أننا عبيد بطالون. مهما عملنا حاجة، إذا كنا شايفينها كويسة شوية ولا معقولة شوية ولا خير شوية، أقول له يا رب ده من نعمتك عليا ومن سترك، أما أنا فأنا عبد بطال، أحتاج لرحمتك وشفقتك عليا ومعونتك ليا. أما أيوب فكان حاسس بالظلم لأنه كان يرى نفسه بار، فبالتالي بما أنه يرى نفسه بار، ودي بقى الكلمة اللي قالها له أليهو بقى، هنشوف دلوقتي. أليهو بقى دخل في بداية الإصحاح ال 32 وبدأ يتكلم، قال لهم أنا سبتكم أنتوا الكبار عشان أنتوا ناس كبار في السن، تتكلموا في الأول وكل واحد يتكلم وجهة نظره وكل واحد يقول آراءه، إنما أنا في الحقيقة قلبي وجعني وعندي كلام جوايا وجعني، قال لهم كده، عندي كلام جوايا وجعني والكلام ده أنا عايز أقوله لكم. والحقيقة أليهو
أليهو يعني كان ليه يعني ملاحظات على الطرفين، كان ليه ملاحظات طبعا على أصدقاء أيوب الثلاثة، لأن هم كانوا بيتهموه، هم عمرهم ما شافوا منه حاجة وحشة وبيتهموه كده وخلاص عمياني، وبيتخيل نفسهم حكماء في إن هم يقولوا له أنت لازم عملت حاجة ومخبيها علينا. قال لهم أنتوا اتهمتوه ظلما. وكان يعني مش موافق أيوب في إن أيوب يرى نفسه بارا في عين نفسه، يرى نفسه بارا في عين نفسه. ولذلك يعني دي الحقيقة نقطة مهمة خالص. بدأ بقى عليه الكلام والحديث في 4 أو 5 أصحاحات من 32 ل 37، وكان حديث أليه لأيوب من نوع تاني خالص بقى. ما جابش أليه سيرة أيوب خالص، ولا ماضيه، ولا أنت كنت مخبي إيه، ولا عملت إيه، ولا الكلام اللي متعب ده. إنما هو قال له أنت عارف يا أيوب أنت واقف قدام مين؟ أنت واقف قدام الإله الله خالق السماء والأرض. أنت تعرف قد إيه حجمك بالنسبة للإله. وبدأ إليه يوجه نظر أيوب، لأنه ما يقدرش يقول إن أنا بريء وإن ربنا عمل فيا كده ظلما، لأن أيوب حاول إليه يفهمه الفرق بين الحجم اللي مش ممكن يعني نقارنه بين الحكمة الإنسانية الغلبانة البسيطة الضعيفة الغير فاهمة الجاهلة دي، وبين الحكمة الإلهية. فلغاية لما وصلنا للإصحاح، تعالوا كده نشوف يا رب نعرف يعني نفتكره مع بعض. تعالوا نشوف الإصحاح، الإصحاح 35 في وسط حديث أليهو، أو يمكن يكون 37. أليهو حبيت أقول لكم إن أليهو في ال4 5 أصحاحات دول ليه أربع يعني زي ما تقولوا خطب، يعني بيكلم أيوب 4 مرات. كل مرة يبتدي الكلام أجاب أليهو وقال، أجاب أليهو وقال. ففي مرة منهم قدامنا أهو أجاب أليهو وقال، شوفوا الكلمة بيقول له إيه، أتحسب هذا حقا؟ قلت أنا أبر من الله. معقولة يا أيوب أنت تقول أنا أبر من الله؟ لأنك قلت ماذا يفيدك وبماذا انتفع، بماذا انتفع أكثر من خطيتي؟ أنا أرد عليك كلاما وعلى أصحابك معك، عليك وعلى أصحابك، وأقول لك انظر بقى للسماوات وأبصر ولاحظ الغمام. وبدأ يكلمه عن حكمة ربنا ومجده، وبيقول له يعني بص لربنا، بص حكمته، بص خلقته، وخد كده أو اعرف حجمك الحقيقي، اعرف حجمك الحقيقي يعني. وفضل الكلام كده فضل الكلام كده لغاية كلام قاليه يعني الأيوب. وبعدين أنا نفسي بس الحقيقة يا رب أقدر أقول لكم الآية اللطيفة اللي قالها بقى أيوب في آخر الحديث قاليه. طبعا زي ما قلت لكم قاليه في كل الكلام عمال يكلم أيوب على مجد ربنا وعلى حكمته وعلى عظمته، وقد إيه إحنا عندنا جهل شديد وضعف وقلة حكمة وهكذا. وبيقول له انتظر يعني حكمة ربنا. خلينا، هي الآية مش موجودة دلوقتي، أو مش عارف الحقيقة أقدر أعثر عليها دلوقتي. إنما الجميل جدا إن أيوب في آخر حديث قاليه نطق كده بكلمة وقال لأليه، قال له أنا عرفت إني يعني حقير،
أنا عرفت إني حقير وبلا معرفة. وفي هذه اللحظة وصل كلام إليهو للهدف بتاعه، إن بدأ يعقوب أيوب ينكسر، وبدأ أيوب يحس بضعفه، وبدأ أيوب يحس بضعفه، وبدأ بقى بدل ما كان بيقول أنا ما عملتش حاجة وأنا راجل كويس وأنا راجل بار بدأ يقول أنا قليل الحكمة وأنا راجل يعني أسكت لأني مش فاهم حاجة. وفي اللحظة دي تيجي صوت العاصفة، ربنا كان بيتكلم من العاصفة، صوت ريح. وعلى فكرة صوت الريح ده، فاكرين صوت الريح ده كان إيه؟ الريح العاصف ده يوم حلول الروح القدس، فاكرين في الكنيسة؟ روح القدس يوم حلول الروح القدس. فطلع صوت ربنا لأيوب من العاصفة وقال له كده. بدأ ربنا بقى يتكلم في الإصحاحات الأربعة دول من 38 ل 41، وقال له قال الرب لأيوب من العاصفة: من هذا الذي يظلم القضاء بكلام بلا معرفة؟ مين ده يا أيوب اللي يعمل قضاء؟ أنا القاضي العادل، إزاي تقول أو تحس أو تشعر إن أنا ممكن أعمل قضاء من غير ما أكون عارف أنا بعمل إيه؟ قال له اسمع بقى يا عم أيوب، أقف بقى كده كويس، اتعدل كده، لأن أنا عايز أسألك سؤال وعلمني يا سيدي، ما دام أنت فاكر نفسك حكيم، أنا هسكت وأنت تعلمني. وبدأ ربنا يشرح لأيوب ويتكلم، وقال له كده كلام الحقيقة جبار جدا. أنا لما أقول لكم على حاجة، الواحد لما بقى يقرأ هذا الكلام في الأربع إصحاحات دول، بقى كل آية يصغر، أحس إن أصغر أصغر أصغر، لغاية لما الواحد بيلاقي نفسه لا شيء لا شيء. بيقول له: أين كنت أنت يا عم أيوب حين أسست أنا الأرض دي؟ أخبر إن كان عندك فهم. من وضع قياسها؟ لأنك تعلم. قل لي مين عمل الأرض؟ مين قاسها؟ مين طولها وعرضها؟ من مد عليها مطمارا؟ المطمار ده المقاس يعني المتر دلوقتي. على أي شيء قرت قواعدها؟ مين ثبتها في الكون دي؟ مين ثبتها؟ تعرف إزاي الأرض دي؟ مين عايشة إزاي؟ بتتلف إزاي؟ واقفة إزاي؟ متثبتة إزاي؟ مخلوقة إزاي؟ من وضع حجر زاويتها؟ عندما ترنمت كواكب الصبح، الملائكة يعني، عندما ترنمت كواكب الصبح معا وهتف جميع بني الله، وهتف جميع بني الله، ومن حجز البحر؟ بيقول له كده كنت فين لما ترنمت كواكب الصبح، لما اتخلقت الملائكة؟ انت تعرف انا خلقت ايه والمجد فين، وعارف حكمتي رايحة فين وحجمها ايه. وبدأ يكلمه عن البحر وقال له: تعرف البحر ده ازاي انا عامل له مصاريع وبيبان، وازاي انا فتحته، وازاي دخلته في اماكنه، وازاي حجمته، وازاي قلت له يقف لغاية هنا، وازاي انتوا عارفين في القداس نقول له: من اجلي الجمت الايه؟ الجمت البحر. من اجلي الجمت البحر. امال ايه؟ من اجلي واظهرت طبيعة الحيوان، واخضعت كل شيء تحت قدمي. بالظبط كده بالظبط كده. علشان كده الكلام كان شديد جدا. لما تقروا الكلام، عشان بس الوقت طبعا مش هيسعفنا يعني، لما تقروا الكلام ربنا بيحط قدام أيوب أسئلة عشرات عشرات، كل آية عبارة عن سؤال. يقول له: كنت فين أنت؟ كنت فين؟ هل انتهيت إلى ينابيع البحر؟ أنت تعرف فين بدايته؟ فين ينابيعه؟ فين مقصورة أو في مقصورة الغمر تمشيت؟ تعرف أنت بدايته فين؟ ده أنا بتمشى على البحار. يقول له: هل انكشفت لك أبواب الموت؟ أو عاينت أبواب ظل الموت؟ يا رب يا رب، أروح فين أنا منك؟ يعني الكلام كان شديد جدا. والأسئلة طبعا، مين يعرف يرد على الأسئلة دي؟ طبعا كل سؤال على من هذه الأسئلة رده إيه؟ رده: ما اعرفش يا رب، ما اعرفش يا رب، ما اعرفش يا رب، وهكذا وهكذا. واخدين بالكم؟ عشان كده لما وقف ربنا قاعد يكلم يا ايوب في كل هذا الكلام، في كل هذه الاصحاحات الثلاثه او الاربعه،
تعالوا بقى نتفرج على الإصحاح 40 في آية، 40 في آية مهمة. بصوا ربنا في وسط الكلام مع أيوب يقول له إيه، في آية 7 يقول له إيه، يقول له شد قويك كرجل أسألك فتعلمني، تاني يقول له ألعلك تناقض حكمي. أنت جاي تفتكر إن أنت تقدر يعني تناقض كلامي ولا حكمتي؟ يقول له تستذنبني لتتبرر أنت، يعني حاططني عاملني أنا اللي غلطان وأنا اللي يعني مذنب وأنت اللي بار. الحقيقة الكلام كان يعني يوجع كل من يقراه ويذيب النفس من داخلها ويصيب الإنسان بالاتضاع الشديد ويعرفه حجمه يعني. فلغاية لما وصلنا بقى لغاية الإصحاح 41، آخر بقى الإصحاحات اللي بيتكلم فيها ربنا، وبيتكلموا هنا عن عالم الحيوان والتماسيح وفرس النهر وعمق البحار ويعني اهو احنا كده ايه. تعالوا بقى نبص في الإصحاح 42، وده آخر الكلام، آخر الكلام بعد ربنا ما خلص كلامه. وهذا الكلام يعني أنا حسيبكم الحقيقة تقروا الإصحاح من 38 ل 41، دول كلام عجيب عجيب. بقول لكم يجي لنا إحساس كده بصغر، يعني ما فيش نقول صغر، أنا أقول إن أنا مش موجود أساسا يعني. فرد بقى أيوب، بصوا بقى الست آيات الجميلة اللي جاية دي. أيوب بقى بعد كلام أليهو الجميل اللي جهز لكلام ربنا، وبدأ ربنا يرد بعد كلام أليهو، بدأ بقى أيوب يفهم وقال قد علمت أنك تستطيع كل شيء ولا يعثر عليك أمر، فمن ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ فاكرين الكلمة دي ربنا قالها له في الأول، قال له أنت فاكرني يعني بخفي حكمتي وأنا مش فاهم أنا بعمل إيه؟ فجه أيوب النهاردة بيقول له صحيح يا رب، من ذا الذي يخفي القضاء بلا معرفة؟ ولكني، خلي بالنا بقى من الآية دي، ولكني قد نطقت بما لم أفهم. معلش يا رب حقك عليا، أنا اتكلمت إيه؟ كلام أنا مش فاهم أنا بقول إيه؟ نطقت بما لم أفهم، بعجائب فوقي لم أعرفها، عملت نفسي حكيم وأنا طلعت ولا حاجة. اسمع الآن وأنا أتكلم أسألك فتعلمني. أيوب بيرد على ربنا، قال له اسمع يا رب، اسمع كلمتي. قال له اسمع يا رب، اتضح لي إن كل الأيام اللي فاتت بسمع الأذن سمعت عنك، والآن رأتك عيناي. زمان لما كان عندي أولاد، ولما كان عندي زمان لما كان عندي أولاد ولما كنت غني كنت أتكلم عنك، إنما اتضح إن أنا معرفتي عنك كانت مجرد كلام، إنما أنا دلوقتي رأتك عيناي، شفتك بعيني، شفتك بعيني، ولذلك أرفض وأندم في التراب والرماد، أرفض وأندم في التراب والرماد. كده وصلنا للهدف، كده اتضع أيوب وانكسر ولم يعد بارا في عين نفسه، ولم يعد يعني المظلوم قدام ربنا، ولم يعد المظلوم قدام ربنا. فلما رأى يعني ربنا هذا الجمال، ورأى عبده أيوب بقى قد إيه وصل لهذا الجمال، يقول كده: كاد بعدما تكلم الرب مع أيوب بهذا الكلام، مسك ربنا بقى، شوفوا بقى ربنا هيعمل إيه عشان خاطر أيوب. مسك ربنا أليفاز الصحابه الثلاث، قال الرب لأليفاز التيماني: قد احتمى غضبي عليك وعلى كلا صاحبيك، لأنكما لم تقولوا تقولوا في الصواب كعبد أيوب. تفكرين نفسكم تعرفوا تقارنوا نفسكم بعبد أيوب؟ هو بس اللي يقول في الصح. بص ربنا بيرفع أيوب إزاي: لم تقولوا في الصواب كعبد أيوب، والآن خذوا لأنفسكم 7 تيران و7 كباش واذهبوا إلى عبد أيوب واصعدوا محرقة لأجل أنفسكم، وعبد أيوب يصلي من أجلكم، لأني أرفع وجهه لألا أصنع معكم حسب حماقتكم. روحوا لغاية أيوب
وخدوا معاكم محرقات وارفعوا ذبايح واطلبوا صلاته وشفاعته. يمكن لما اسمع صلاته وشفاعته اغفر لكم لئلا اصنع معكم ايه حسب حماقتكم، لانكم لم تقولوا في الصواب كعبدي ايوب. يا سلام يا رب. فذهب أليفاز التيماني وبلدد الشوحي وصفر النعماتي وفعلوا كما قال الرب لهم، ورفع الرب وجه ايوب، رفع راسه، رفع ايه بعد ما كانوا بيتهموه بانه هو عامل مصايب ومخبيها ومش عارف ايه والكلام ده. ورد الرب سبي ايوب، نهايه الايه، نهايه الامر. رد الرب سبي ايوب لما صلى لاجل اصحابه، وزاد الرب على كل ما كان لايوب ضعفا. فجاء اليه كل اخوته وكل اخواته وكل معارفه من قبل، واكلوا معه خبزا في بيته، ورثوا له وعزوه عن كل الشر الذي جلبه الرب عليه واعطاه. طبعا ده مش شر جلبه الرب عليه، دي تجربه ونهايتها كانت جميله. واعطاه كل منهم قسيطه واحده وكل واحد قرطا هديه يعني. وبارك الرب آخرة أيوب أكتر من أولها. وكان له 14,000 من الغنم. لما تروحوا للأولاني للحبة الإصحاح الأولاني 5,000، تلاقي كان عنده 7، دلوقتي بقى عنده 14، وكان عنده 3,000 إبل بقى عنده 6 دلوقتي 6,000، وكان عنده 500 زوج بقر بقى عنده 1,000 زوج بقر، وكان عنده 1,000 أتان 500 أتان بقى عنده 1,000 أتان. ضعف في كل حاجة. أما ولاده فما ادالوش 14، هو كان عنده 10، ما ادالوش 20، اداله 10 بس. ليه اداله 10 بس؟ لأن العشرة التانيين موجودين في السماء. العشرة الحاجات التانية دي البهايم دي راحت وانتهت وخلصت، إنما العشرة الأولانيين موجودين عند ربنا. فقال له خد 10 هم افرح بيهم، يبقى كمان ليك عندي ايه 20 ابن. وسمى بقى اسامي ولاده واسامي بناته اهوت. وايه 15 يقول لم يوجد نساء جميلات كبنات ايوب على كل الارض، واعطاهن ابوهن ميراثا بين اخوتهن. وعاش ايوب بعد هذا 140 سنه بعد القصه دي، بعد القصه دي وبعد ما ربنا باركه، عاش 140 سنه تانية جديده، ورأى بنيه وبني بنيه إلى 4 أجيال. يعني ها شايفين 4 أجيال، يعني ولاد 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 ولاد. ثم مات أيوب شيخا وشبعان أيام. ليك المجد يا رب. الحقيقة حكمة عظيمة جدا، درس جميل جدا. أنا آسف إني طولت يعني عليكم طبعا. لو حد طبعا عنده اي سؤال ولا عنده اي حاجه. انا يا باشمهندس سمير، ازاي حضرتك؟ اهلا يا باشمهندس. ازاي؟ انا عندي اسئله كتير بس مش هقول الاسئله كتير عشان الوقت. اتفضل. هو يا حلوه قوي ان ربنا رفع راس ايوب وانهاها نهايه حلوه وانتصر ايوب قدام حتى الثلاث اصحاب. لكن ارجع للاصحاح الاولاني اللي هو بيقول كان رجل في ارض عوس اسمه أيوب، وكان هذا الرجل كاملا ومستقيما يتقي الله ويحيد عن الشر. طب لما ربنا بيشهد له بكده، ليه أيوب كل شوية بيدافع عن نفسه ويثبت أنه هو كويس؟ ما هو ربنا شهد له. سوري، أنت أنا ما خدتش بالي أنت دخلتي معانا من إمتى، إنما أنا دخلت متأخر. هقول لك على حاجه تصل. احنا كنا يعني اتكلمنا شويه في الموضوع اللي حضرتك بتكلمي عنه ده. كل بر الانسان وكل ما يفعله من اعمال خير لا يحسبها على الله. القديس بولس الرسول يقول لنا ايه جميله، يقول لنا كل الاعمال دي، كل الاعمال دي لما تعملوها تقفوا قدام ربنا، ما تقدموهاش لربنا على سبيل، قال كده تحسب للانسان على سبيل دين وليس على سبيل نعمة. يعني أنا كل خير أعمله أقول له يا رب أنا مديون لك، زي لما أكون مديون لواحد بمليون دولار وأروح أقول له خد 5 دولار من تحت الحساب، إيه ال5 دولار دول جنب المليون دولار؟ فكل البر اللي عمله أيوب ربنا في حكمته عايز يعلمنا
ان مهما عملت ومهما مش عارف قدمت ومهما تخيلت نفسي قدمت كل ما لا يمكن ان يقدم يعني، فانا بقدمه كدين لان انا مديون لربنا بخلاصي. اما اللي العطايا بتاعت ربنا فتعطى لنا على سبيل نعمة، على سبيل نعمة. انا ما استحقش، كل عطايا ربنا ليا نعم، والبار وبري وصلواتي وخلافه دي دين لاني ما استحقش اساسا ان انا اقف قدامه. أيوة. دي الفكرة يعني، ودي احد اهداف الـ 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 السفر، ان برك يا ايوب، برك اللي انت كنت فاكر نفسك فيه بار جميل جدا وانا اشهد له كل حاجة، انما ما تحسبوش عليا وتعتبر وتحاكمني وتقول لي ان انا يعني ظلمتك، لان انا لما غنيتك غنيتك باضعاف اضعاف ما كنت لما كان يعني عندك فيه، ما كنت فيه. انما ليه وازاي وامتى يحتاج الانسان انه يسمع ربنا وهو بيشرح لنا في من اول اصحاح 38 ل 41 مجده وعظمته، واقول له يا رب انا تراب والى التراب ما افهمش. انا غلطت، شفته ايوب في الاول، اول اصحاح 42 قال له ايه؟ قال له يا رب انا كنت بتكلم وانا مش فاهم، كنت بتكلم وانا مش فاهم كل كلامي عن ربنا بسمع الاذن، كنت بكلمك على حاجات يعني كده بس سمعتها، انما انا اليوم شفتك بعينيا، شفتك بعينيا، فرق كبير قوي. التجربه تعمل كده، كل اللي خرجوا من تجارب صعبه يحكي لك قد ايه لمس ربنا في ربنا في التجربه. ايوه فعشان كده دي حكمه السفر يعني، وعشان كده هو أول الأسفار الحكمية. انا بشكرك قوي يا باشمهندس، جميل قوي 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 ربنا بجد، يعوضك، ربنا يعوضك يعوضك، ويبارك لك ويديك رب بجد، ربنا لان هايل هايل هايل. ربنا بشكرك يعوضك، بشكرك كتير خالص خالص يا باشمهندس. عيشة تسون، ربنا يعوضك. ثانك يو. أنا آسف جدا جدا على التأخير، آسف جدا، لا حقكم حقيقي. ده احنا، لو انا عن نفسي عايز اقعد اكتر من كده الحقيقة. طبعا كلام ربنا جميل يا تسلم. يا نصلي أبانا الذي عشان جورج يقفل لنا، عشان اتفضل. جورج هيخصم مني عشان انا خدت اكتر من وقتي. العفو. ثانك يو سيستر. اللهم تراءف علينا وارحمنا واجعلنا مستحقين ان نقول بالشكر. يا ابانا الذي في السماوات، يتقدس اسمك، ياتي ملكوتك، تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض، خبزنا كفافنا، اعطنا اليوم، واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا، لا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد. الآب والابن والروح ربنا القدس. يعوضك ويشفيك.